شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول مقطع فيديو مثير لعملية بيع التيس في مزاد علني، وأقيم المزاد العلني في الكويت لبيع التيس، وبلغ سعره 6000 دينار كويتي، أي ما يعادل أكثر من 74,000 ريال. وكان المثير في مقطع الفيديو المتداول هو سقوط الشاب الذي نادى بأعلى صوته معلنا سعر التيس 6000 دينار ليتجمع الأشخاص حوله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهرع المتواجدين في المزاد العلني لبيع التيس الضخم الذي يقارب حجمه من حجم بقرة نحو الشاب الذي سقط على الأرض مغشيا عليه في محاولة لإفاقته. والجدير بالذكر أن المغردون يرون أن سعر التيس مبالغ فيه للغاية، وأن قيمته المالية تجاوزت أسعار بعض السيارات.